مساء الخير أعزائي المشاهدين في برنامج بيور فيت. قررنا تسليط الضوء على الطب البيطري، عشان كده وزي ما وعدناكم بكون معاكم آية الجيار ودكتور حاتم بهجات مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية للتعرف على خبايا وأسرار عالم الطب البيطري. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأرانب، الأرانب وتربيتها، وده مشروع من المشروعات المنتجة. هنكمل في تربية الأرانب مع دكتور حاتم بهجات. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير. ناس كتير كلمتنا عن تربية الأرانب وطلع في ناس كتير بتربي أرانب، يعني تمام. اتكلمنا كتير الحلقة اللي فاتت عنهم، بس لسه في نقط الناس طلبت نتكلم فيها. تفضل. مساكن الأرانب، كلمني بقى عن بيوت الأرانب اللي بتعيش فيها. مساكن الأرانب طبعا زي ما احنا عارفين قبل كده ان في كان قبل كده في الجحور وكده، وكان طبعا له مشاكله اللي هي لكثرة الأمراض وكده. إنما دلوقتي طبعا أمراض الأرانب كتير؟ أمراض الأرانب بنتكلم على انتقالها أو انتشارها بين أفراد القطيع، ماشي. أمراض بس أنا الأرانب عمري ما سمعت عن مرض انتشر في الأرانب بشكل بشع زي مثلا أنفلونزا الطيور للطيور، لا ما سمعتش حاجة عن لا، الأرانب هي دي. أمراض الأرانب قليلة، وهو مشروع اقتصادي جيد، البروفيت أو الربحية فيه عالية. احنا دلوقتي بنتكلم عن مساكن الأرانب، وممكن المخرج ينزل لنا صور مساكن الأرانب اللي أنا مديها له. بعد إذن المخرج لو موجودة. فدلوقتي بقى المسكن بقى فيه بطارية هرمية او نصف هرم. نصف هرم، نصف هرم ليه؟ لان طبعا الدور الثاني ما يبقاش فوق الدور الاولاني على طول. حضرتك قلت الذكر في بوكس والأنثى في بوكس. المساحة بتاعت كل واحد منهم 50 في 50، 50 في 50، والانثى بيبقى مرفق بيها صندوق للولاده، صندوق صاج. الصندوق ده بيبقى فيه فتحه مستديره مفتوحه على الملعب السلك، ولها غطا من بره تفتحه تشوف برضو الايه الخلفه او كده او تطمن عليها. في الميه جو مناسب لتربيه الارانب؟ في ايه؟ بدون قطع كلامك، في جو مناسب لتربيه الارانب؟ يعني الارانب حضرتك كنت بتقول ان في الحمام، في فصول الحمام بيتعب فيها يعني. لا، هو الارانب كموسم انتاج اكتر بيبقى في الشتاء، وبتريح زي ما قلنا قبل كده، زي القضاء. من القضاء بيستريح من شهر 6 لشهر 9، الارانب برضو بتستريح من شهر 6 لشهر 9 اللي هي فتره الصيف، علشان احافظ طبعا على حيويه الامهات لانها بتلد كل شهر. يعني شوف بقى، بتبقى حامل وبترضع في نفس الوقت، وليله ما بتولد بنوديها للذكر او تاني يوم بالكتير زي ما قلنا، علشان هرمون البرولاكتين قبل ما يعلى ويقلل هرمون المنشط لتكوين البويضات. اكل الارانب بقى، الارانب بتاكل ايه؟ انا بشوف في الصور بس الارانب بتاكل جزر، ما اعرفش حاجه تانية عن خس الارانب. وجزر، كان زمان كان زمان بيقولوا خس وجزر كل يوم، الارنب الغضبان ياكلوا خس الجزر وجزر. كله. الدكتور ما بحبش الجزر. ولكن هو دلوقتي انا باصص لان مثلا ممكن الايه البرسيم ده اكل جيد كعلاقه خضراء، وبس بشرط يكون جاف ما فيش ندى، يعني مثلا المربي ما يجيبوش عليه ندى او مطر لان ده يعمل نفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي. انما دلوقتي في اعلاف برضو علشان التسمين وكده، في اعلاف وفيها كل الايه كل الاحتياجات بتاع الارانب. طب انا عايز اعرف العلف بيتحط له بكميه معينه؟ بصي، بالنسبه للتسمين مفتوح، يعني لو انا عندي ارانب نتاج مفطومه في عمر مثلا 31 يوم او 32 يوم، على اساس ان هي ايه امهم بقى كانت حامل وولدت جديد فاتفطمت دلوقتي، فانا ممكن ايه دي احط لها لو قررت ان انا اسمنهم مش اربيهم، ده بحط لهم العلف كميه مفتوحه. كل ما ياكلوا اكتر كل ما ينتجوا لحم، وبيبقى نسبه التحويل 3 لواحد، يعني 3 كيلو علف بيدوني كيلو لحم. 3 كيلو علف دول تمنهم حوالي 18 جنيه الكيلو. اللحم انا قلت لكم 42 جنيه السنه اللي فاتت، رحت يوم الجمعه اشتري من بنها لقيت السعر 55 جنيه الارانب، زي البط بالظبط. قلت له الراجل التاجر ده، بقول له انت بتاخد بكام من مربي؟ يعني قال اخد ب 50 جنيه، ف 18 جنيه يجيبوا لي 50 جنيه ربحيه عاليه. يعني ده كده بالنسبه للي هم للتربيه، يعني سواء الذكور او اناث للتربيه مش للاكل، مش هذبحهم، فانا خايف لا يسمنوا، لو سمنوا التكاثر بتاعهم هيقل والنشاط تمام. الجنسي بتاعهم هيقل، فده بياخد 200 جرام في اليوم. المخرج بتاعنا هو نزل لنا صور مساكن الارانب، يا رب تكون واضحه والله للمشاهدين. انا شايف كده دلوقتي دي بطاريه نصف هرميه، وبمعنى ان الدور الفوقاني مش فوق الدور التحتاني علشان البراز بتاعه ما ينزلش عليهم. وبعدين ايه بينزل البراز في دلوقتي مشمع او جلد، في جلد تحت، الجلد ده عالي من ناحيه ومنخفض من ناحيه،
البطارية ده هي اللي هي نصف هرمية ده هي بتتكون من 8 8 في 8 وفي 6. الستة ده المنظر الجانبي، المنظر الجانبي شايفينها نصف هرمية ازاي، والدور الفوقاني مش فوق الدور التحتاني مباشرة. وممكن في منظر تاني يبان لنا، يبقى انا دلوقتي انا عندي يا اما دي، شوف شوف دي دلوقتي باينه فيها دي ذكر وثلاث اناث، في ثلاث صناديق هم الثلاث صناديق دول بتوع ايه؟ بتوع الولاده، يبقى دي بتاعت انثى، يبقى ده قفص انثى واثنين ثلاثه. انا دكتور كنت سمعت ان الارنب ممكن يخلف 9 وحاجات كده، بيخلف اعداد كبيره. بيخلف بيخلف اعداد كبيره، ما نقول في المتوسط مثلا 8 مثلا، ماشي؟ ممكن يبقى اكتر من كده وممكن يبقى ايه اقل من كده. ولكن ده السلالات الاجنبيه بتجيب الرقم ده وبتلد 7 مرات في السنه. انا كنت بحسب المصري بس يا دكتور هو اللي، لا 7 مرات في السنه، وبنريحها في فتره الصيف علشان تبدا الموسم الجديد من شهر ايه؟ من شهر 9 بنشاط وبحيويه. طيب يبقى انا كنت يبقى انا بس عايز اقول لك ان دلوقتي المسكن دلوقتي برضو عشان اللي في متصله المره اللي فاتت سالت السعر كام؟ فدلوقتي وانا جاي فعلا عديت على ورشه في طوخ وصورت منها الحاجات دي وسالته على السعر، فاللي هو بكام بقى؟ هقول لحضرتك اللي هو 6 عيون، 6 عيون يعني الذكر وانتيتين وثلاث ملاعب للنتاج، ذكر وانتيتين وثلاث ملاعب للخلفه، دي ب 700 جنيه واللي هي 8 يعني ذكر وثلاث احنا كده ناس. نبقى بدانا المشروع بكام ارنب؟ ما انا هقول لك، واللي هي ذكر وثلاث اناث واربع ملاعب للخلفه دي ب 900 جنيه. 900 جنيه يعني متوسط العين الواحده هتبقى حوالي 115 جنيه. ماشي؟ طيب يعني احنا ممكن ب 1000 جنيه نعمل مشروع هايل يديني ربح. يديني ربح وممكن يعني على المدى البعيد ازود طبعا، من بس ابتدي ب 1000 جنيه، 1000 جنيه تعمل لي مشروع ربح ممتاز. 1000 جنيه المسكن بس، انما هشتري بقى هشتري الذكر والثلاث اناث دول طبعا للتربيه في عمر التربيه في عمر 4 شهور او 5 شهور. اسعارهم ايه بقى؟ كسلاله يعني مثلا نقول هيبقى متوسط اوزانهم 4 كيلو الواحد، في 4 كيلو في 50 يبقى 200 جنيه الواحد، يبقى 4 يبقى حوالي 1000 جنيه ابدا بيهم. تمام. كمان يبقى 1000 و1000. وعلف؟ وعلف هبدا انا لحد ما ينتجوا هياخدوا 200 جرام في اليوم، يبقى الاربعه اللي هو الذكر والثلاث اناث دول هياكلوا ايه في اليوم؟ نقول حوالي كيلو في اليوم كمان، يبقى 6 جنيه في اليوم. ماشي؟ بص يا دكتور احنا نجوعهم في الاول. لا مش حكايه نجوعهم، انا دلوقتي لما هو بياكل مره في اليوم؟ لا انا بحط الاكل قدامه وياكل براحته. ايوه بحط له اكل كم مره؟ لا انا احط له كام جرام. طب انا عايز اسالك حاجه، هل الحيوانات مثلا زي البني ادم في فيتامين بيتحط لها مثلا حتى لو مش طبعا تعبانه يقويها؟ ايوه الفيتامينات مهمه. ليه؟ لان في فيتامينات طبعا بتدوب في الميه، وفي فيتامينات بتدوب في الدهون، ماشي، وفي فيتامينات الجسم بيقدر يكونها، وفي فيتامينات لازم ياخدها من بره. هل دي مفيده يعني في الطعم ولا في صحته ولا بتفيد في ايه؟ مفيده في صحته والعمليات الحيويه وعمليات التمثيل الغذائي، وعشان ما يجيلوش امراض نقص الفيتامينات دي. بس في دلوقتي تفتكر حد بيهتم بالحيوان اللي بيربيه لدرجه ان ده احنا البشر ما بناخدش فيتامين زي ده؟ لا اقول لك في ابحاث من سنه 1980 على زرع الكليه الكلب. زرع الكليه تتكلف بقى زي ما تتكلف. هنزرع يعني هناخد كليه؟ انا مش فاهمه دي بقى. كلب عنده فشل كلوي، ماشي، وصاحبه غني، عايزين نزرع له كليه، انا ناخد كليه من كلب تاني متبرع بس مش بمزاجه ونزرعها فيه. فانت بتقولي وده حصل؟ حصل. بره مصر ولا في مصر؟ لا كان بره مصر. ماشي. ونجحت؟ مش حيبر. عادي، ما كل الحاجات اللي نجحت في الانسان جربت على الحيوانات الاول. لا انا غريب عليا ودني ده. لا حيوانات التجارب. امال بيقولوا حيوانات التجارب ليه؟ لان كل حاجه في الانسان سبحان الله جربت على حيوانات الاول. سبحان الله. وعلى فولنتير بعد كده متطوعين، وممكن دول العالم الثالث والدول الناميه قصدي وكده يعني. طيب يبقى انت بس سؤالك اللي انا ما قدرتش ارد عليه اللي هو المسكن ده في حاجه جميله جدا الراجل قال لي عليها دلوقتي. طيب دلوقتي ايه رايك نطلع الفاصل وبعدين نكمل مع الارانب؟ لا خلي الفاصل بين الارانب والاوميجا ولا ايه يعني؟ ولا بين الارانب والتوكسوبلازما؟ هطلع خلصنا حاجه بس ولا براحتك بقى؟ والله مضطرين. خلاص مش فاصل ونرجع تاني.
ولسه مكملين معاكم مع تربية الأرانب ودكتور حاتم بهجات اللي بيفيدنا بعلمه. قولي يا دكتور، صحيح أنا سمعت إن التبويض في الأرانب مش تلقائي، يعني إيه المعلومة دي ومدى مصداقيتها؟ تلقائي يعني يحصل لوحده، العكس كده المحرض انديوزد، يعني لازم حاجة تحرضه. في الأرانب والقطط مثلا لازم حاجة تحرضه. فالتحريض في الأرانب يبقى لما يحصل تلقيح أول مرة، يوم يحصل تبويض بعدها ب 12 ساعة. طب يبقى الحالات المنوية اللي موجودة من التلقيحة اللي هي الأولانية دي بقت ضعيفة أو ميتة أو مش هتقدر تعمل إخصاب للبويضات، فعشان كده لازم نعمل تلقيحه تانيه بعد 12 ساعه، يبقى تلقيحتين بينهم 12 ساعه، الاولانيه للتحريض على التبويض تحث عليه او تعمل تنبيه ليه يعني المبيض كده، والتانيه يبقى فيها حيوانات منويه قويه عشان نضمن الاخصاب لكل الاجنه او لكل البويضات اللي انتجت من المبيض. تمام. هنتكلم النهارده عن القطط. مين فينا كبنات ما بيحبش يربي قطط؟ سمعنا كتير ان القطط دي بتجيب امراض للبنات، بتجيب عقم، هل المعلومه دي صحيحه ولا لا؟ هتحددها لنا دكتور هانم خاطر. دكتور هانم خاطر، استاذ الطفيليات بكليه طب بيطري جامعه بنها، ولكن بعد الفاصل استنونا. ورجعنا تاني وهنتكلم عن تربية القطط. معانا دكتور هانم خاطر، استاذ الطفيليات بكلية طب بيطري جامعة بنها. يا دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه الاخبار؟ خير. اهلا بيكي. بتتفرجي علينا على طول؟ انا متابعه كل حلقات. طيب توفيق ان شاء الله. بحييكم على البرنامج الجميل. الله يخليك. توفيق ان شاء الله. في بنات كتيره بتحب تربي القطط، لكن امهاتنا عامله مشاكل معانا بسبب الموضوع ده. صحيح القطط ليها مرض ياري او بتجيب امراض؟ هو في حاجه مشهوره اسمها داء القطط او مرض القطط، بس الاول انا حابه اقول لكل كل المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، اذا كان جوزك قبل الجواز مرح ولطيف وحبوب قبل الجواز وذكي وكل الصفات الحلوه فيه، بعد الجواز اتغير طباعه وبقى شكاك ونكدي وغيور وغير اجتماعي، يبقى موضوع الحلقه بيهمك. اذا كان عندك طفل عنده صعوبات في التعلم، والقراءة وتعبك جدا في مذاكرته، يبقى موضوع الحالة بيهمك. إذا كان إذا كنت يائس من حياتك وبتفكر في الانتحار، الموضة اللي طالعة جديدة دلوقتي، يبقى موضوع الحالة ده يهمك. الناس كتير دلوقتي بدأت تربي قطط، هل في علاقة بين كل مشاكلنا الاجتماعية دي والقطط؟ ده دور الطب البيطري اللي بيربط ما بين العلم وما بين مشاكلنا الاجتماعية، وده الكلام اللي هنقوله النهارده اللي هتسمعوه لاول مره يتقال، ده اكسكلوسيف لقناه الصحه والجمال. تمام. ايه بقى مرض القطط؟ مرض القطط ده ممكن نبدا باول سلايد، انا جايبه لكم مجموعه من السلايد. استاذنكم الصور يا جماعه بعد اذنكم. تمام. هي دي الصوره الثانيه، نبدا بالصوره الاولانيه من فضلك. مرض القطط ده مرض مشترك ما بين الانسان والحيوان، بتنقل القطط لان هي العائل الاساسي له، اسمه التوكسوبلازموزيس. القطه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق هي العائل الرئيسي، دي بتنقل المرض للفئران، يعني بتتعدي، ده العائل اللي هو الوسيط، او الانسان والحيوان وكمان الطيور، كلهم دول عائل. يعني القطه ممكن تعدي اي حد؟ القطه تعدي اي حد. ايه طرق العدوى بقى؟ طرق العدوى، هنا السلايد دي بتبين جزء من طرق العدوى، ان هي القطه قلنا هي العائل الرئيسي اللي بيحصل فيها التكاثر الجنسي في امعائها، بتنزل البيوضات اللي هي اللي نازله دي المدوره دي اسمها البيوضات، اللي هي دي اللي بتعدي بقى في الاول. اول يوم ما بتعديش، بتاخد لها من يومين لخمس ايام علشان تعدي. ممكن نشوف اول صوره؟ طيب ده الطرق. لا معلش، نرجع للصوره الاولانيه. نرجع للصوره الثانيه بعد اذنكم يا جماعه. الاولانيه رقم 2. بعد كده بياكلها بقى الفار، او بياكلها كل المجموعه اللي فوق، الحيوانات والطيور والاسماك وكله، اي حد ممكن ياكلها يتعدي بقى بالتوكسوبلازما. بيبقى جواه الطور النشط اللي هو اللي تحت، اللي موجود تحت، اللي هو المستطيل ده، اللي هو التاكيزويد. ده بيدخل الدم، بيهاجمه جهاز المناعه، بيهرب بسرعه، بيستخبى فين؟ في الاماكن اللي مناعتها ضعيفه، زي ايه؟ زي العين، زي المخ، زي العضلات، زي الرئه والكبد.
واخطر حاجه انه يبقى في الكبد وتبعاته، سوري، في المخ وتبعاته، هنقولها بعد انا شوي. كنت على حسب علمي او على حسب ما اسمع ان القطط بتجيب عقم بس، ما اعرفش بقى ان الموضوع كبير للدرجه لا، ده دي. الموضوع اكبر مما تتخيلي. معلش نرجع تاني للسلايد من فضلك. التور اللي هو لما بتتحوصل بقى بتدخل اللي هي التور الكامن، او التور اللي هو الكامن اللي تحت اللي على اليمين في الصوره من تحت، ده اللي بيروح في المخ. ودي مشكلته بقى ان هو لما بيروح في المخ ايه اللي بيحصل، وده الكلام اللي انا هقوله لكم النهارده لاول مره عشان نعرف ازاي نكافح المرض او ما يجيلناش المرض او نتغلب عليه. لازم نفهم دوره الحياه. السلايد اللي بعدها بقى من فضلك. لا، اللي قبلها، اللي فيها دورة الحياة، اللي فيها دورة تمام الحياة. ممكن نكمل لغاية ما هو يجي. طيب احنا قلنا البيوضات دي بتنزل، القطة بتعمل حمام فين؟ بتعمل حمام الرمل. في الرمل او في التربة، فبتنزل البيوضات. القطة بتنزل ملايين، يعني لو كلت فار واحد معدي بتنزل 500 مليون معانا الصورة على الهواء بيضة. بتنزل 500 مليون بيضة، ادي البيضات اهي نازلة من البراز بتاعها، بتلوث بقى التربة والزرع، ومية المطر كمان بتساعدها ان هي تتنقل ل المحيطات والبحار والانهار وميه الشرب. البيوضات دي بياكلها الحيوانات وبياكلها برضو الانسان. الانسان ازاي بيتعدي؟ بيتعدي ان هو يا اما بيتعامل مباشره مع قطه، عنده قطه، عنده بقى مصدر العدوى الاساسي اللي هي بتنزل ملايين. بس في خبر حلو برضو، القطه مش بتنزل على